كل عام وانتم بخير جميعا وعيدكم مبارك. حلقة العيد لازم نجيب لكم ضيوف مميزين. لأول مرة عندنا هنا ضيفين. يظهر اسمك بداية مش نخة بتقفى. لا فن ياكل ولا ما تاكل؟ والله ياكل. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير وانجوي. افطارنا غير غدا الثالثة والنصف بتوقيت بغداد على أم بي سي العراق وشاهد. رمضان يجمعنا.